السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم. اليوم راح نقاتل زعيم الاخير في لعبة مورو شيل يا جماعة الخير. اللي ما شاف فيديو سابق يروح يشوف الفيديو السابق وبعدها يشوف هذا الفيديو يا اخوان، لان هذا الفيديو راح يكون اخر حلقة للعبة مورو شيل يا جماعة الخير، وانا متحمس لمقاتلة الزعيم الاخير في هذه اللعبة يا اخوان. فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة، قبل ما ندخل في الحفرة ونواجه الزعيم، اوكي قبل ما نواجه الزعيم الاخير خلونا نشيك اذا كان امورنا طيبة في المعدات يا اخوان. عندنا 29 فارة يا اخوان فامورنا طيبة، وعندنا 7 حل ريسولف اللي هو اللي يعطيك الطاقة او الضربة القاضية يا اخوان. فاتوقع امورنا طيبة يا جماعة، امورنا طيبة يا اخوان، اتوقع امورنا طيبة، فما ما ناقصنا شيء. فاتوقع يعني نقدر ندخل في هذه الحفره ونواجه الزعيم، مع انه انا احس اني نفسيا ما مستعد يا اخوان، ولكن حندخل في الحفره. ودخلنا ما شاء الله عليه، ضغطت اكس يعني كذا يعني غير تلقائيا. اوكي انزين. طبعا الزعيم الاخير يا اخوان هو ذاك البوم ولا ايش هذا، انا ما عرفت ايش من كائنات يا اخوان، بعدني ما فهمت ايش من كائنات هذا، هل هذا بوما او شيء من الاسماك، ما عرفت بصراحه ايش هذا من الكائنات الغريبه هذا. ولكن اللي عرفت انه عنده يعني عنده هذا المنقار، فمعناته انه هو نص طير ونص شكله سمكه يا اخوان، هذا اللي فهمته. اوكي هذا قاسي يتكلم يا اخوان، قاسي يحاكيني الحين هو. يا حبيبي شوف انا كنت اشتغل عندك واقبل لك الجلاند يا اخوان، يا حبيبي يا اخوان ايش يا اخوان؟ قاسي اقبل لك جلاند يا حبيبي. والحين تباه ضاربني، ايش هذا الغدر اللي فيك يا اخوان؟ ما مشكلة. تعال. يا بوم اسمعني. انا اتدربت زين قبل ما اجيك ترى. فانصحك تروح، انا ما اقدر اقتلك لان كان بيننا صداقه يعني، فهمت؟ فانا ما اقدر اقتلك يا حبيبي، ما اريد اقتلك، ولكن تغصبني اقتلك يا حبيبي، وش اسوي فيك انا؟ ايوه يا اخوان، ايش رايكم في العدسه الجديده؟ هل تفضلوا هذه العدسه او تفضلوا العدسه القديمه يا اخوان؟ اكتبوا لي في التعليقات تمام؟ انا غيرت العدسه، فايش رايكم في هذه العدسه؟ هل تفضلون هذه العدسه او العدسه القديمه يا اخوان؟ اوكي اكتبوا لي في التعليقات، الرجاء اكتبوا لي في التعليقات. اوكي ايش يقول جاي يا اخوان؟ جاي السمكه بومه سمكه. اوكي هذا بدا يغوص. اوكي اها هذا كان يحاول يطير لكن نسى انه هو ما عنده اجنحه. اوكي هدي يا بومه هدي، ما كذا هدي لحظة يا بوم، انا ما عندي استمنة. اوكي هدي انا عارف انك طيب، انا وانت كنا اصدقاء. لا 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 تضرب. اوكي لا لازم احفظ يا اخوان، لازم احفظ تحركاته. ابلع يا حبيبي، هذا نومته يا اخوان، نومته. تصبح على خير حبيبي، يعني تعال وين تروح؟ عنده هذا الضربة يعني، وانا عندي يا زبالة شرد يا اخوان. لا وش هذا؟ هذا وش؟ انا اللي يقعني. انا كيف ما مت ما اعرف. لكن هذا على بالك اسمه زحليقة هنا. لحظة لازم ارجع اسمه يا اخوان. لازم طاح يا اخوان، لكن ما عندي اسمه. ابلع يا حبيبي، شرد زبال هذا. كامون كيف ضربني؟ تعال يا بومه، ما اعطيك جلاند، خلاص جلاند حالي بس. جيو اخوانه قاب ذيلا ام بي سيز يا اخوان، تعالوا والله العظيم. باغي يفاجئني هذا جاي يا اخوان، جاي والله العظيم جاي، كنت عارف ان يا زباله كم واحد هذيلا. لا يا اخوان لا 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 ما كذا يا بومه، ما كذا. تعال
والله تعال ابلع 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 يا اخي شي شرد ايش شرد هذا انا بموت انا بموت هذا وش سوى فيني وش يعقده يعقلنا شيء كذا كنا كيف ضربني يا حبيبي كيف ضربني فهمني يضربني سلايد اوكي والله انا عارف ادبك تعال والله انا اليوم ما متعشي لحظه هدي 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 يا حبيبي هدي هدي اضرب كذا نام شوي نام نام يا حبيبي نام نام احسك ما نايم سيدي اليوم احسك معصب اكثر عن اللازم يا حبيبي يا بوما لحظه كنت امزح مقولك امزح ابلع يا اخي اشرد 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 ما يصير كذاك ما يصير ها كذا كان باغي يسوي فيني كان باغي يفاجعني ولكن انا عفد بك تعب موصول لك انت تتعرف تتعرف صح هذا هو ايوه كذا ايش رايك يطيح يا اخوان بعيد مشكلته خلينا اخذ الفطر يا اخوان باخذ الفطر قبل ما اخذ مثل ما تعال قابل شلني الاسمه الموج شلني الموج يا اخوان شلني الموج قلت لكم هذا المنقار ما بلاش يا اخوان قلت لكم هذا المنقار يموت هذا لحظه هدي والله العظيم هدي فار يا اخوان فار قلب قاني موج تعال يا حبيبي قاب ذيله جبت ذيله ليش ابلع لا تو امواج انا ميت يا حمار لا انا ميت يا اخوان يجي سلام دنك يجي سلام دنك والله العظيم داسني انا ميت اخوان ايش رد يا حبيبي شو كم واحد والله طيحوني يا اخوان طيحوني طلعوني من الدرع يا شاذي انا ما عندي ريسولف يا اخوان صار صعب والله العظيم صعب كيف تضربهم كلهم كيف كذاك تعال غيب هم يموت بسهوله لكن مش كذا تعرف ايش يا جماعه لا تضربني بالمنقار اقول لك انا لا قصد تضربني بالمنقار منقار يلا طح يا اخوان طح ابلع 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 احسن اخذ وش يا حبيبي وش هذا دوامه يا اخوان دوامه انا اموت يا اخوان اموت ما اقدر اضربه انا بموت يا اخوان والله العظيم بموت اطلع منك انا ما عندي مسمى ما عندي ايش يسموه هذا الشيء ما عندي استمنة يا اخوان انا اللي هذا كذا السالفه يا حبيبي هذا لا يروحوا هذين لا يروحوا تعموا السالفه يا اخوان لما يدخل داخل دوامه يرجع هيلث مال هذا الزباله هذا يا حبيبي شفت كيف رجع هيلث ماله شويه لكن انا قتلت يعني قتلتهم شويه فحاولت قدر الامكان اقتلهم لكن رجع هيلث ماله الزباله رجع تعال ابلع
تشرد ليش تشرد؟ فهمني ليش؟ أنا بفاجأ. لا خلنا ما عندي سولف يا إخوان. قابة ذيلة مرة ثانية. قابة ذيلة مرة ثانية. بأخذ السولف يا إخوان. ابلع والله العظيم بتندم. بتندم يا أخو. بتندم ده. تعال. تعالوا. آه ليش استخدمت الاسم تصلب أنا؟ أنا جاي. جاي سلام دانك يسوي. ابلع. ابلع. آه ما لافة ما لافة هو. ما لافة. خليني ارجع اسمه استمنة مالي لأن ما عندي استمنة يا إخوان. ابلع. ابلع 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 ابلع. ابلع. لا 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 لا. تعال يا حبيبي وين رايح؟ جيب منقارك. جيب منقارك بسرعة قبل ما. سلايدنج 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 ما شاء الله عليك. اوكي. وين راح؟ وين راح يا اخوان؟ انا ما اشوفه. انت طرت فوق وانت ما عندك جناح. انت ما عندك جناح يا حبيبي. ابلع ابلع. الله والله العظيم ما خليك. والله العظيم ما خليك. ما خليك يا حبيبي. وين تشرد؟ وين تشرد؟ فهمني وين تشرد؟ فهمني وين تشرد يا حبيبي؟ شرد والله شرد. بجيب بجيب بجيب. والله ما خليك. اي داخل هذا يا اخوان. اي داخل اسمه. ضربني ضربني الحمار هذا ضربني. يا اخي يشرد 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 مشكلته. موق 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 يا اخوان. خلي ايوه خلي ينزل كذا. هذا وش سوى فيني؟ لحظات يا اخوان اريد اسولف. كان بيقتلني. ابلع ابلع. والله العظيم ما خليك. هذا عقصب الثاني. والله انك ذكي ما شاء الله عليك. خسرتني ريسولف. خسرني ريسولف هذا الولد. ابلع يا اخوان. طاح طاح هذا طاح طاح. تاخرت عليه لكن بيلوفه شوية بيلوفه. قاعد يشرد قاعد يشرد. يعرف انه بيموت يعرف انه بيموت يا اخوان. وش هذا؟ وش صار؟ والله العظيم ما خليك. خلاص انت في جيبي. انت في جيبي يا اخي. انت في جيبي يا حبيبي. انت في جيبي. قتلت يا اخوان. قتلت من اول محاولة. قتلت من اول محاولة يا اخوان. والله العظيم ما توقعت اني بقتله من اول محاولة. ما اكذب عليكم يا اخوان اني ما توقعت ابدا اني بقتله من اول محاولة يا اخوان. قتلناه قتلناه الزعيم الاخير اخوان. قتلناه الزعيم الاخير. يا مسمك يا البومه. قلت لك انا وش. تعال باغي اسلم عليك. وش upon extracting drug father's gland you are giving the choice to ascend ends your time to mortal realm you'll be ascend and begin again in full game in new game plus mode. Should you choose not to ascend, you'll save that remain. Okay. حبيبي بسوي ascend أنا. بسوي ascend. أيوة. أيوة. أيوة كذا. جيب الجلاند مالي. رجع لي الجلاند مالي حبيبي. أيوة. أنا قاعد أتعذب أتضارب مع الزعماء في النهاية قلت قاتلني أنا. أيوة اشرب 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 ماي. توضى توضى زين حالك توضى. لك والله والله يا اخوان انا ما توقعت ابدا. وش صار له؟ هذا طلع من الدرع. وين رايح اخوي؟ تعال يا حبيبي وين رايح؟ يا زريب وين رايح؟ هذا بري يطير. وين؟ شكله باغي يرجع بلاده. يا حبيبي وش صار لك؟ اذا ممكن تفهمني قبل ما تروح؟ راح فوق طار. هذا ايش معناته؟ هذا معناته ان شكله هذا الشخصيه ما يعني ما يعني هو ما من سكان هذه المنطقه يا اخوان.
هذا اللي فهمته، شكله ما من سكان هذا المنطقة أو هذا الكوكب. ويا جماعة الخير كما تشوف خلصنا اللعبة. بصراحة اللعبة كانت ممتازة وممتعة جدا، وأنصحكم اللي يحب ألعاب السولز أنصحكم تلعبوا هذه اللعبة يا أخوان، أنصحكم بشدة تلعبوا هذه اللعبة لأن اللعبة تستاهل 100%. وأنا قيمها اللعبة بصراحة، أنا قيمها اللعبة 7.5 يا أخوان. تعرفوا ليش؟ لأن اللعبة يعني تعتبر قصيرة يا أخوان، اللعبة مش طويلة أوكي، وكستمايزيشن نفس الأسلحة والشخصية يعني تقول يعني محدود جدا يا أخوان، محدود جدا في الكستمايزيشن، نفس الأسلحة يعني ما عندك أسلحة كثيرة، والشخصية نفس الشيء يعني ما تقدر تضبط الشخصية على كيف كيفك، فهمتوا؟ فأنا أعطيه 7.5 بصراحة، لكن والله اللعبة ممتعة جدا يا أخوان، تستاهل التجربة، تستاهل التجربة يا أخوان. فاكتبوا لي في تعليقات أي لعبة يعني تريدون ألعب بعد هذا اللعبة يا أخوان، أي لعبة تريدون ألعب بعد هذا اللعبة يا أخوان، فاكتبوا لي في التعليقات. اوكي، كان معكم عادل من قناة انفين جيمينج، متقانا ان شاء الله في الفيديو القادم يا اخوان. سلام.